صار معي حادث من سنة وست شهور، صار عندي كسر بالضغط، وبنفس الوقت صار عندي شلل نصفي تقريبا بنفس اللحظة يعني. فبعد هاي عملنا علاجات بكذا محل، يعني اسمع عن كذا مكان روح عليه روح عليه روح عليه، اخذ من كذا محل خبرة شخص، اخذ من كذا محل شيء. طبعا هذه كانت تحدي للدكاترة اللي كانوا يقولوا لي انه 90% مستقبل ما حتمشي. الحمد لله يعني انه انا مشيت، بس وصلت لمرحلة انه مشيت وما عندي مشكلة، بس صار عندي تشنجات كثير، صار عندي كثير اشياء لازم تكون موجودة، يعني الاحساس بالبرودة والسخونة، اقدر فوت على الحمام برياحة، التبول، الخروج، او كلهم كان عندي كثير فيهم مشاكل، احساس بالوجع ما كان موجود، كثير اشياء فقدتها من جسمي، وعم حاول اني كنت رجعها بالعلاجات، ما كنت اقدر اخذهم منهم، اخذ منهم اشياء مش هاي المكمل للعلاجات. طبعا من اهم العلاجات اللي انا وصلت لها وقدرت اني اوصل لهاي العلاج هو الريفلكس ثيرابي، اللي هو حلل لي معظم هاي المشاكل، اللي هي او مش معظم، فعليا حلل لي كل هاي المشاكل، بالنسبه للتبول، بالنسبه للخروج، بالنسبه للاحساس، بالنسبه لاحساس بالوجع، بالنسبه للاحساس بالبروده والسخونه، بالنسبه للحركه الاسهل، خفت التشنجات، الراحه باني اقدر نام، يعني في كان عندي اوقات انه ما اقدر نام 3-4 ايام، وهذا شيء كثير بضر هاي الحالات، يعني ما في نوم يكون ساعة ساعتين ثلاثة، مش شيء مريح للجسم، لأنه كل الدورة الدموية بالجسم بخربطة وفي إيش فيها مشاكل يعني. كان الريفلكس ثيرابي هي العلاج المناسب لهاي الأشياء، واستفدت منها كثير يعني. بالنسبة لدخول الحمام صار عندي كثير سهل، أسهل من قبل كثير، كان عندي فترة تقريبا 10 أيام أنا منفوت على الحمام ويصير عندي مساك مزمن، بس الحمد لله بالريفلكس ثيرابي صار عندي الدخول على الحمام كثير منيح. هذه من اكثر المشاكل اللي كنت عاني فيها يعني. بعدين الاحساس عم يتغير بجلسات صغيرة، يعني مش انه مدة العلاج طويلة، فعليا انا بأربع جلسات انا صار عندي الاحساس يفرق كثير، والمشي طبعا والتوازن والنفخة اللي بالقولون وراحة القولون والنفسية العصبية كثير ارتحت فيها، والحمد لله الريفلكس ثيرابي كان كثير شيء مهم، وبتشكر الدكاترة اللي كانوا قادرين يساعدوني بهذا الموضوع. والريفلكس ثيرابي أنا بنصح أي بني آدم إن كان عنده مشاكل بالنخاع الشوكي أو مشاكل بأي شيء تاني يجرب الريفلكس ثيرابي. Thank you.